السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد. لا تنسوا الإعجاب، الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديدنا. سفيان خضير وعلى مشارف بنزينة في تسديد الركنية في القائمة الثانية هنا بالرأس لصالح المولودية. هنا التسديد الأول، السحر المولودية طهران أمام اتحاد العاصمة في قدم خضير، قدمه اليمنى لم تخطئ مرمى الحارس، من أروع الأهداف في البطولة هذا الموسم. اليمنى يحطها خضير ويفتتح مجال التسجيل في وقت كنا نتحدث عن من سيفك الشفرة ويحل العقدة في هذه المباراة. أمل بوطاكي المدرب الجزائري يتفاعل بشكل كبير، والكرة عالية للأمام بالرأس ملعوبة. الله 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 الله، ويا له بالهدف، ويا له من روعة كبيرة تحضر وتتجلى من خلال اللقطة الماضية. المنتخب الجزائري العسكري عن طريق من الظهير الطائر سفيان خضير يسجل ثاني الأهداف 2-1، يقترب من حصد الثانية من سفيان خضير. يلعب بينيا مع فوزي رحال، فوزي رحال دخل، فوزي دخل لسفيان. صارت النتيجة، لعبة ممتازة من قبل اللاعب فوزي رحال في اتجاه سفيان خضير يسجل الهدف الأول. مازال اللعب ربع ساعة بقات على نهاية المباراة، 3-1 صارت النتيجة. لكن الفايز أمام 18 الفايز وين الدقيقة 23 بعد عمل من خضير على الجهة اليمنى، يوزع منصور يخطئ في رد الكرة التي وصلت إلى يايا هذا الأخير، لم يتوانى في وضعها شباك معلنا تقدم الموت. وصل الفريق الى نهائي كاس الكاف، هناك الكره محاوله اخرى بالقسمي يحط الكره ارضيه زاحفه، ولكن من خضير جانبيه على مرمى سيلفا ملعوبه بقوه. داخل منطقة العمليات لقرا يحط كرة ممتازة ناحية رفيق سعود خضير، هذه المرة تمريرة قصيرة ناحية رفيق جعبوط هل ينعق عليها. We'll be right back.
داخل انطلاقه دائما من باشا عبد الرحمن، تدخل من خادير يخرجها الى رمي التماس. سفيان خادير يسجل هدف التفوق والتقدم للمولودية الوهرانية. مع نور السيد ضبطينها تمام بمقام ثلاثة. أحمد إيه عبد الملك يعدي يفوت ينطلق سفيان قادر طبعا تعليق. Parce que le centre de Belkhader était vraiment très précis, précis et fuyant. تشتيت من منتخب مصر انعدام وزن، فترة انعدام وزن يا ريت يتخطاها منتخب مصر سريعا. هذه انطلاقة منه جنب اليمين سفيان قادر، سفيان قادر على المرور يرجع ورا لزكريا. تناول منافسة على لقب البطولة. الكرة بتعود الآن من جديد إلى سفيان خدير اللاعب الجزائري. Alors là, que fait Deep? C'est Khadir qui concède.
Concédé par Khadir Soufiane. هذه يبقى الجهة تزل مطغر خدير هذه يولي تكتب نظهر بن عمارة يدور الدبخ أي شيء واستبكار على اللطي ديما الدبخ ديد المس خدير الذي رايح فصل يبدل من هناك في نحو الجهة اليمنى مع خدير يكون هو دائما خدير يتحرك يتحرك بطريقة au profit de Benay qui le fait monter avec Khadir, Khadir Soufiane pour Belhouel. يوفن الكرة مرة أخرى والإعادة من سفيان خضير هنا كانت المحاولة المرور والتمريرة نحو رابط عودة لام جديد منتخب الجزائري محاولة من سفيان خضير جوي très rapidement maintenant sur le côté droit pour qui pour Khadir pour trouver Jack it up.
في وسط الميدان الى خدير اللي تم يزال منخفض يبقى تخوي الشكلي وخدير بريسيك. بل خدير سفيان خدير يعود الكرة من جديد. سفيان منتخب الألماني بدأ يتهاجم صنابي خدير بنواف صنابي